رجل في مكة رؤية في الجنة، هذه الرؤية متواترة، رؤية أنه في الجنة. ذهب الذي رآه ذهب إليه في مكة، بحث عن هاتف الدليل حتى وصل إليه في حي من أحياء مكة، في حي قديم. فلما أتاه إذا هو رجل عادي، لا طالب علم ولا يحفظ قرآن، وليس من الدعاة ولا من القضاة ولا من العلماء، رجل صاحب صلاة وصاحب سمت طيب. قال له: يا أخي، نعم نعم نعم، أنت؟ قال: وش أنت؟ تعرفني؟ قال: أنت فلان ابن فلان؟ قال: نعم. طبعا المعلومية، نحن في ديننا لا نبني على الرؤى أحكام، يعني ما نحكم أنه في الجنة، واللي يبني على الأحكام على الرؤى هذول صاحب هرطقات العقيدة. لا، نحن بس نستأنس. أليس الحبيب قال: يرى له أو يراها، أي من بشرى المؤمن؟ فقال: نعم أنا فلان. قال: رأيتك في منزلة طيبة، ماذا، ما الذي عندك؟ قال: أبدا والله ما عندي شيء. فلما أن حاول فيه فولى، قال: تعال تعال، أنا أقسم مرتبي كل شهر من 3 سنوات نصفه لأبنائي ونصفه لأيتام جاري منذ سنوات ولا يعلم بذلك أحد إلا الله. راتبه 10,000، 5,000 لجاره و5,000 لأبنائه. تستطيعها؟ إخواننا اللي من أمنا وأبونا، ها، لو أخوي يقول حول كل شهر 2000 وبعدين، أقول له بعدين وبعدين شهر وشهرين. أحيانا الإحسان للخلق إما بالشفاعة لهم، إما برقيتهم، إما بإقراضهم، إما بإطلاقهم من سجونهم، إما بعلاجهم، إما بأي نوع من الإحسان، من أكبر أسباب السعادة. وقد كان إمامنا عليه قدوتنا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ما يبقي صلى يوما وأهرع أسرع إلى البيت، التفت المسجد. لماذا الحبيب يسرع؟ قال: تذكرت، يعني تذكر ورق دراهم عنده، تذكرها في الصلاة فسلم وذهب مسرعا فتصدق بها، ثم عاد يكمل أذكاره.